السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله عزيزي المشاهد في مقطع جديد من غاز ستيشن سيميليتر. شكرا على دعمكم وكومنتاتكم ولايكاتكم. قناة الرسوم سيد أيمن موب موب آدم نيمار بلال نينا ملك اليوتيوب ار اي ويلكم باك، شكرا على دعمكم يا اساطير. هانتر يقول لي والله بدأت تحلو المحطة، ها تحلو وين اللوكيشن يا وانتد؟ يعني بعبي بنزين عندكم والله بعيد عن خشمك يا هانتر، تبى تكحل عيونك اجل ها؟ قلت توكل على الله العب بعيد. وسكوتك يقول لي مدام شارلوتي، لا ثواني سكوتك اسمها شارلوت، شوف اسمها شارلوت، الاي هذا ما ينطق، انا اقولها شارلوتي لانها حقي، فانتوا ما تقولون لها شارلوتي، ايش معكم يا اخوان؟ هنتر مدري ايه، كل واحد يطالع في صحنه لو سمحتوا. المهم يقول لي مدام شارلوت ليفل 2 في الكاشير، خلها كاشير، حط كل موظف وخبرته عشان تقييم المحل او المحطه يرتفع. كلامك صحيح، ولكن انا لو حطها الحين محاسبه اغلب الوقت التمي فاضي، فانا ودي احلل بما انه موظف واحد عندي، لكن مجرد ما اجيب موظفين كثار بحط كل واحد في وظيفته. نصيحتك في محلها. واشكرك على الكومنت. علي يقول لي هل تقدر تصبغ الجدار اللي داخل لانه شكله مو بنظيف وعليه كلام؟ والله انك صادق يا علي، والله انك صادق. وش الكلام هذا كله؟ صراحه ما انتبهت للموضوع. خلينا نجرب. اي والله يمديني، خلينا نجرب. يو سلام، اي والله ظالم نفسي انا، يعني شوف كيف، تخيل المحل كيف بيكون جماله. والله اشكرك، اشكركم على الكومنتات يا اخوان، اشكركم. هذا الكومنتات ولا بلاش. شرطي ايش سوي هنا؟ اما تتبضع دقيقه، هي نفسها ولا؟ والله انها هي يا اخوان. يا شارلوتي يا ام عيون، استحت 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 استحت. الله مسكنهم في مساكن. وخر انت، وخر هناك، وخر هناك، خلينا نشوف شو. والله يا اخوان شكلها توم، شكلها عندها اخت توم. خلاص يا سكوتك وهنتر عندكم الموضوع. دقيقه انا ودي اسوي شغله يا شارلوتي. تاسك ليست هاندل ذا ريجستر، خلها تيجي تحاسب شارلوتي، شارلوت وشارلوتي. بنروح بنعبي بنزين قبل ان نتاخر على عيال القبايل. عبي. هذه وصلت ولا اي والله وصلت. صبر 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 صبر، والله في اختلاف، في اختلاف بسيط يوم انها لبست اللبس هذا. تلعبون علي، هذا شعرها ابيض وشعرها، او ان تعبتوا يعني في التصميم. يلا ما علينا، نمشيها للعبه. اخري ليه 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 وقف، ها بتنطفي بتنطفي. دقيق وات هي الحين، هذه شخصيه ثالثه يا، هذه حقت هنتر. والله لا ينطفي يا عسى، ينطفي عليك في نص الطريق وتجلس ولا حد يوقف لها. دقيقه، هذه اللي اشترت قبل شوي ولا؟ والله ما ادري يا اخوان، انا لحست. شوف تجلس اغلب الوقت تحكهك، ما في فائده، فعشان كذا انا ودي استغلها، لان الجراج كثير ما يجونه ناس تصليح. شوف اكيد في واحد انت. لم تزبط. شوف 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 شوف، على طول يجون الناس. ومساله التصليح سالفه يا اخ، والله سالفه، لان اغلبها تكرار. فخلنا نرفع موتره قبل لا يروح. ايوه شوف ايش عنده، تاير وباب. خلنا بخلص لي. افا ما في تواير، المشكله تجلس تركز في تواير ولا في طلبيه ولا. اوكي فلوسي تمام، خلنا بطلب 7، تكلفتهم 371. اقدر انتظر انتظر تواير يجون وبرسل لك شارلوت. حتى تواير يبي له، حتى شو اسمه الحمام يبي له صبغ. الله 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 الله، شوفوا يا اخوان كيف تغير الشكل، في الوان كثير انفتحت لي والله. ممكن نجرب منها الوان ثانيه، وش رايكم بهذا؟ افضل من الابيض صح؟ اي والله احلى من الابيض بكثير صراحه. ابيض تحسه كذا مره رخيص، ما له داعي. اشم ريحه الصبغ يوم اشوف اللون هذا والله. ايوه تحاسب الشرطي. خلنا بنسوي اوردر ريستوك لكل شيء في المحل بما ان عندي فلوس واموري طيبه. وش نعبي الحلوين هذا؟ لا بيروح 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 بيروح، يفكر يروح. اوكي 44 لتر باقي. اول شيء بنسوي ريستوك للبترول، في تواير وصلت هناك. شوف السعر، حتى سعر البنزين يرتفع وينزل، كان 2.4 وقبل كان 2 بالضبط. هذه وين راحت؟ لا 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 لا، اذا اعطيت المحاسبه هي
ايش تسوي هذه وين رايحه؟ بتفتح الباب؟ رايح البيت. اوكي وات، انا دافع لك فلوس عشان تجلسين تشربين. اصبر يا اخوان، شرطتي. ايوه قلتش هذا، قلتش لاول مره في التاريخ بسوي ريست. اول شيء بعبي بنزين لهذا الاثنين عشان ايش ما يصير لهم ريست. اوكي حصلنا منهم 100 دولار. ان شاء الله الباص ما يجيني مره ثانيه لانها زحمه، الا لو بخلي هذاك يحاسب. لا اوبن this will reset all the cars and customer. اوكي ما في مشكله. What the hell? Aliens achievement جاب لي. أهم شيء هذاك تكفى. الله يخرب بيتك. إيه كويس. طيب تواير الحين لازم أطلبها مرة ثانية وتدفع فلوسها؟ لا إن شاء الله إنه جاي. اللي يقهر في موضوع الصبغ إنك تجلس تصبغ كل زاوية، يعني هذا تخيله بس الجدار. تجلس تصبغ هذا بعدين هذا بعدين هذا، ومسألة الصبغ يا أخي تاخذ وقت. تمنيت ان اللعبة يخلون الجدار كامل، ضلع كامل في الغرفة، خلاص تصبغه مرة واحدة، يعني مش معقول واحد بيحط لون هنا ولون هنا. اوكي كذا خلص الصبغ المحل، كاني صابغ لونين مختلفين. الله لا يمين، والله حركة رهيبة صراحة، تصدقون جميل المحل. مشهور يا اخوان. ايوه هذه ريستنج، شوف تعبى الباور. انا انتبهت فوق، ايه تشوفون في الوسط فوق، يقول لي انها جالسه ماخذ بريك، بس ورب الكعبه انها طولت، يعني تقريبا 10 دقائق الحين مرت فعليا. انزين خلنا نجيب لنا واحد ثاني نسوي باي. افا لازم نطور الستيشن، الغاز ستيشن. الغاز ستيشن جايب لي طلبات، الله لا يرويك، 100 شخص تحاسبه وكاريبير. اوكي كله سهل ما عدا 100 شخص، لازم تشد حيلك هنا. جتني فكرة ماسونية، بخفف من البضايع هذه بحيث ان اللي يشتري من عندي ما يشتري الا منتج واحد، فالحساب بيكون سريع. اوكي نسيت ان تطورنا احنا ليفل 3 يا اخوان. فتح لي الكار كير، عندك سوبر شاين، جلاس كلينر، انتيرير كلينر، ويل كلينر، تلميع، واكس، كلينينج سوب. يا ساتر ايش الشغلات هذه، بس والله مكلفة يا اخي، بتطلع التكلفة علينا 400 دولار. اشتري يا شيخ. افا ايش ما في مساحة. هذا الوير هاوس. اوكي يقول لك ايش الشغلات اللي موجودة في الوير هاوس. طيب هل يمدي كم؟ 200 دولار نطور الوركشوب. سوي تطوير، يمدينا نطلب الاغراض اللي ودنا بدون ما نحشر. ودي اشوف الشكل الداخلي كيف بيصير. زادوا هذا ما كان موجود. اوكي حلو، انا بقريت فعليا نسوي شيء. طيب الديكورات وش يصير فيها ليفل 3؟ حلو في اضاءات حلوه، انا كنت بغيت اتكلم عن الاضاءات والله قبل شوي. لاست فروم بيوند، هذه لعبه ايش اسمها، بيوند مدري ايش، هانتر في كل مكان، تريجر هانتر سيميليتر بوستر. لعيون هانتر نشتري اللعبه او اللوحه، ايش دخل اللعبه. دورات المياه بخليها بهذا اللون. او تشيك ليست هنا، شوف الخدعة البصرية يا اخوان، بس اللي يشوف الحمام كذا نظيف بعدين يدخل ينصدم. هو مصمم اللعبة يبان نلعب الالوان كذا، شوف اسود وابيض واسود، هذه فكرة مصمم اللعبة. يعني ايش معنى انه يقسم لي جدران؟ ما اعرف، ادري تحسبني نسيت اللوحة صح؟ والله نسيتها. ايش هذه العلامة الخضراء، يبان احطها هنا ولا ايش؟ اوكي. اوه لا 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 لا، وش جابكم انتوا؟ وش جابكم؟ حلو هذا اللي بيخلص لي المشن صراحة، لوحتين جنب بعض ما لها داعي. شل هذه، هذا البول لامب كنا بنجربه كذا حلو، هذا بنخليه جنب هنتر بما ان لعبة هنتر وكذا غزلان، وهذا خله جنبه. اي راح تنام، سوي نفسي ما شفت انا. خلنا نشوف امبلوي ريستنج، اي مكتوب ريستنج الحين، حتى لو اقول لها هاند ريجستر. هو لازم ادفع لها الحين، الظاهر ما بتشتغل لما ادفع لها. 200 دولار بريميوم هذه واضح انها خرفنه ما فيها كلام هذه، بس هل في شيء مقابل يعني ولا نفس الشغل؟ استغفر الله العظيم. اوكي دفعنا الحين بتشتغل، سبحان الله الريستنج خلص.
بتيجي بتشتغل وانا بتيجي ركض الحين. شوفوا هذيك جاي تركض. وبس يا شباب كانت هذه نهايه حلقتنا، اتمنى نالت اعجابكم. التشالنج والله شفتها مطول شوي، 51% خلصنا. باذن الله راح نبدا الحلقه الجايه بنهايه هذا المشن ونشوف الليفلات الجايه وش تفتح لنا في المحطه. لا تنسوا اللايك ونشوفكم ان شاء الله على خير. السلام عليكم.